العراقي الشقيق بعقد اجتماع طارئ بمجلس الجامعة على المستوى الوزاري بتاريخ 17 يناير 2024 إثر القصف الأراضي الإيرانية. شددنا فيه على إدانة تلك الانتهاكات الغير المبررة التي عرضت حياة المواطنين للخطر بما يتنافى مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. ولأن احترام الوحدة الترابية لكافة الدول العربية هو جوهر الأمن القومي، فقد تعاطى مجلسنا بكل مسؤولية مع المحاولات الرامية إلى المس بسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية على كافة أقاليمها، إذ أكد ذلك اجتماع وزراء الخارجية الطارئ في يناير الماضي على رفض مذكرة التفاهم التي أبرمتها إثيوبيا مع إقليم أرض الصومال، وجددنا دعم وحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيها. وبخصوص الأوضاع التي تعرفها باقي الأقطار العربية الشقيقة التي ما تزالت تعيش أزمات سياسية وحروبا ونزاعات، فإن المملكة المغربية يحدوها أمل كبير في أن تستقر الأوضاع في هذه البلدان على أساس تغليب الحوار والمبادرات السلمية بعيدا عن منطق القوة والحلول العسكرية. لقد احتضنت مدينة مراكش في دجنبر الماضي الدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي الروسي، وجاء ذلك من منطلق الحرص على تقوية شراكات الدول العربية مع الشركاء الفاعلين على المستوى الدولي. فالتحولات الجيوسياسية الراهنة أضحت تحتم علينا التفكير في إعادة تنظيم الشراكات بين جامعة الدول العربية وتكتلات إقليمية ودول كبرى وفق منظور استراتيجي عربي يمكن من تثمين الفرص التي تتيحها تلك الشراكات في نطاق احترام خصوصيات الشعوب العربية وهوياتها الوطنية ومدى تجاوب الشركاء مع انتظارات ومصالح الدول العربية. وفي هذا الصدد نتطلع أن تقوم الأمانة العامة بإعداد تصور شامل لمراجعة كل الشراكات والمنتديات التي تكون الجامعة العربية طرفا فيها، بما يجعلها توازن بين الحرص على المصالح السياسية والاقتصادية للدول الأعضاء في الجامعة من جهة، وواقع الشركاء وتطلعاتهم من جهة أخرى. إن هذا الطموح المشروع للرقي بعلاقاتنا كمجموعة عربية مع الفاعلين الدوليين لن يتأتى إلا بإعطاء مضمون حقيقي للعمل العربي المشترك على مستوى الآليات والأهداف، مضمون يساير التحولات الجيوسياسية ويجعل من جامعة الدول العربية منظمة مؤثرة وفاعلة على الساحة الدولية والإقليمية، قادرة على تعبئة السلطة القرار العربي في تسوية القضايا العربية والدولية الملحة. وفي الختام أدعو أخي معالي الوزير السيد محمد سالم ود مرزوق وزير شؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بالجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة لترأس مسلج الجامعة في دورته 161 متمليا له كافة النجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعلن على بركة الله افتتاح الدورة العادية 161 لمجلس جامع الدول العربية على المستوى الوزاري، ويسمحوا لي الآن بإلغاء كلمتي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أصحاب السمو والمعالي، معالي الأمين العام جامعة الدول العربية، أصحاب السعادة، السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
اسمحوا لي أن أستهل كلمتي بالتعبير عن ما أشعر به من تشريف واعتزاز بتولي بلادي رئاسة الدورة 161 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، والتي نستبشر خيرا بتزامنها مع إطلالة شهر رمضان المبارك، شهر الجد والإخلاص في القول والعمل، سائلين الله العلي القدير أن يهله على أمتينا العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات. وإنني أدرك تماما حجم الأمانة الملقاة على عاتقي بتولي هذه الدورة الهامة في هذا الظرف الحساس، فإنني أؤكد لكم عقدنا العزم على قيادة أعمالنا على الوجه الذي يضمن الخروج بقرارات بناءة تعزز مسيرة العمل العربي المشترك وتخدم مصالح وتطلعات شعوبنا وقضايا أمتنا الجوهرية. ويطيب لي في هذا المقام أن أتقدم بجزيل الشكر لأخي وصديقي صاحب المعالي السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية الشقيقة على قيادته الناجحة للدورة السابقة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري. والشكر موصول إلى أخي معالي السيد أحمد أبو القيض أمين العام لجامعة الدول العربية وفريقه الكريم على الجهود القيمة التي يبذلونها في سبيل النهوض بعملنا المشترك، وعلى حرصهم الدائم على التنظيم الجيد لمختلف الاجتماعات على كافة المستويات. كما لا يفوتني أن أرحب بأخي صاحب المعالي سيد عبد الله علي عبد الله اليحيى وزير خارج دولة الكويت الشقيقة بمناسبة انضمامه إلى مجلسنا الموقر، متمنيا له التوفيق والنجاح. أصحاب السمو المعالي، سيدات والسادة، إن السياق الذي نلتقي فيه اليوم دقيق وحساس جدا، لأن قضيتنا المركزية القضية الفلسطينية تمر الآن بأخطر مراحلها على الإطلاق، حيث يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 5 أشهر وبدون انقطاع حرب إبادة بشعة وممنهجة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، تستخدم فيها أياديه الآثمة إلى جانب مختلف أنواع الأسلحة الفتاكة سلاح الحصار والتجويع. وإن المذبحة المروعة التي شهدها دوار النابلسي بقطاع غزة مؤخرا، والتي سقط جراءها ما يربو على 100 شهيد ومئات المصابين من الفلسطينيين الذين باقتهم القصف المتعمد وهم في طوابير انتظار شاحنات مساعدات، لتجسد بوضوح تشرد سلطة الاحتلال الإسرائيلي من المبادئ والمعايير الأخلاقية والقانونية الإنسانية. ويتم كل ذلك على مرأى ومسمع من عالم استحكمت فيه سياسة الكيل بمكيالين، واختلت فيه موازين العدل والإنصاف بشكل واضح صارخ. والحقيقة أن أصدق توصيف لعجز وتخاذل المجتمع الدولي في تحمل مسؤوليته هو ما جاء في خطاب فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية سيد محمد الشيخ الغزواني أمام الدورة 37 العادية لقمة الاتحاد الإفريقي، حيث قال في سياق إثارة حاجة النظام الدولي إلى الإصلاح: ويكفي لندرك مدى حاجة هذا النظام الدولي للإصلاح أن ننظر إلى ما يجري بقطاع غزة من قتل وتدمير وخرق لمبادئ الشرعية الدولية وحقوق الإنسان، وكذلك
إلى إحجام المجتمع الدولي عن وضع الثقل المطلوب لإحراز وقف إطلاق نار فوري وإدخال المساعدات. انتهى الاستشهاد. إن هذا الوضع الذي تجاوز بالفعل حدود كل معقول وكل منطق يستوجب منا أكثر من أي وقت مضى وقفة حاسمة لنكون على مستوى التحدي الكبير. ويتعين علينا في هذا المضمار أن نستعمل ما بأيدينا من أسباب الضغط والتأثير لنفرض على المجتمع الدولي القيام بواجبه القانوني والأخلاقي للوقف الفوري للحرب، وفتح الباب واسع أمام إدخال الغذاء والدواء وعودة المهجرين وإعادة الإعمار وتأمين الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل. أيها السادة والسيدات، تلك هي الشروط الوحيدة التي يمكن أن ننطلق منها لنؤسس لحل شامل ودائم يؤمن حق الفلسطينيين في قيام دولتهم المستقلة على حدود 4 من حزيران 1967 وعاصمة القدس الشرقية، وفقا للمبادرة العربية والقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ويحقق الأمن والسلم.